مرحبا. روي بكولكاتا the capital of the West Bengal جايين بمهمة إنسانية لأحسن مستشفى بالعالم لمعالجة العجز الجنسي وعلاج للأعضاء التناسلية المفقودة لصاحبنا النوني. صاحبنا النوني رفض يجي على المستشفى بكولكاتا. قال أنا ما بيجي عليك مستشفيات، هذا انتقاص لرجوليتي، أنا رجال شرقي. No problem. نطرنا لحتى ينام، فتنا صورنا له زي زي اكس راي، جبناها على كولكاتا هاسبيتال عند احسن دكتوره اعتدال. طلعت هيك الدكتوره بالاكس راي قالت جايز انا ما شايف شيء بالصوره. قلنا لا يا دكتوره، في شيء كثير مهم، شايكي مزبوط. جاب طلعت فيها هيك قال لي مزبوط شباب، مبروك عندكم نيو بيبي بورن بالبيت، مولود جديد. قلنا لا يا دكتوره نحن ما عندنا مولود جديد. ليش شايفي بالصورة؟ هل شايفي زيزي مولود جديد عمره أنجأ يوم أما يومين؟ قلنا لا يا دكتورة، هذه زيزي طبعا صاحبنا النوني وجينا نعالجه. قال ليش قديش عمره صاحبكم النوني؟ قلنا له 70 سنة. قال 70 سنة وهل قدي زيزي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وطبت غطت على قلبها اعتزال لللابتوب من كولكاتا جايز capital of West Bengal or British India. مشكلة نية. شكرا يا يعني. Good evening man, thanks for my cameraman.